توطيدي. استكمالا لدعوة تشجيع الحوار بين الأديان، تأتي زيارة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس إلى المغرب. هذه الزيارة تأتي بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي استقبله في موكب رسمي. وأكد العاهل المغربي على أن توقيت الزيارة ومكانها يؤكد على أواصر النهج الوسطي والتلاقي بين الثقافات. إن هذه الزيارة تندرج في إطار العلاقات العريقة بين المغرب والفاتيكان، وقد حرصنا على أن يعبر توقيتها ومكانها عن الرمزية العميقة والحمولة التاريخية والرهان الحضاري لهذا الحدث. من جانبه أشار بابا الفاتيكان إلى ضرورة تعزيز الحوار بين الأديان من أجل تنشئة أفضل للأجيال الصاعدة. تشكل الزيارة مدعاة فرح لي وامتنان يتحول إلى فرصة هامة لتعزيز الحوار بين الأديان والتعارف المتبادل بين ديانتينا، ويظهر ذلك أن شجاعة اللقاء واليد الممدودة هو السبيل للسلام والتناغم بين البشرية، حيث يشكل الحقد والتطرف عاملين للانقسام والدمار. وأتمنى أن يسهم التقدير والاحترام في توطيد الصداقة الحقيقية لإتاحة فرصة أمامنا للإعداد الأفضل للأجيال الصاعدة. وتهدف الزيارة لتأكيد التعاون بين الفاتيكان والمغرب وتسليط الضوء على تقاليد المغرب ودوره في تعزيز العلاقات الإسلامية المسيحية وإظهار التضامن مع المهاجرين.